يمثل هذا المعرض أهم الأوابد الأثرية في مدينة تدمر، مثل معبد بل ومعبد بعلشميل، قوس النصر، المدافن البرجية والمصلبة. وهذا المعرض كان طبعا برعاية كريمة من المسؤولين في المدينة، الذين نأمل منهم أن يعطوا هذا المعرض أهمية كبرى حتى نرعى هذه المواهب الشابة. أكثر من 7 شهور ونحن عملنا على تجميع بعض الصور والمجسمات لمدينة تدمر. دعينا للمعرض الحمد لله الفعاليات الشعبية كان في مدينة الباب برعاية المجلس المحلي لمدينة الباب. قمت ببعض الرسومات اللوحات، منها لوحات صحراء تدمر وقافلة الجمال تدل عن القوافل في مدينة تدمر، صحراء تدمر. أما العمل الثاني فهو أن قوس النصر والشارع الطويل والمدافن التي في تدمر.